اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده خليها سمك، ولكن لما بنقول سمك بيبقى بطعم تاني وبشكل تاني ومدرسه تانيه خالص. النهارده معانا الكابوريا قشريات من عيله القشريات في البحر، ومعانا جمبري من القشريات، معانا سمك القاروص. النهارده هنعمل صينيه القاروص بالكريمه النهارده مع بطاطس، هتعجب حضراتكم قوي على فكره. والقاروص مدرسه مع الكريمه اللباني، هو بيحب الكريمه اللباني، هو اصلا القاروص السمك بتاعه واللحم بتاعه لحم ابيض طبعا لطيف وجميل، هنشوف ازاي ياخد الطعم الفليفر الجميل. معانا جمبري النهارده هنعمله مشوي على طريقتي بالسيخ زي الشيش كباب كده وزي الشيش طاووق، هنشوف نعمله مع بعض ازاي بطريقه بسيطه وسهله، وهعلمك ازاي تخلي الجمبري ياخد الطعم والفليفر اذا كان بحر او ان هو بتاع مزارع مثلا او خلافه، تعرفيه ازاي الكلام ده هنشوفه طبعا في تفاصيل الحلقه بتاعتنا. معانا شويه كابوريا النهارده عاجبيني قوي على فكره، محملين. يعني ايه محملين؟ يعني الكابوريا دي بيقولوا عليها مثلا في السوق بتاعنا الكابوريا محمله شايله لحم شويه، ففي فرق. كابوريا في ذكر اللي بتشوف اللي هو بيبقى لونه ازرق ده بيستخدم في الشوربه، اما الكابوريا المحمله اللطيفه الحلوه دي بيبقى لونها فوسفوري. هنشوف نعملها النهارده مع شويه رز بالشبت هتبقى لطيفه وجميله. الاكل الحلو ده عدله مشروب صحي بيساعد على الهضم اللي هو اسموزي الليمون بالنعناع، هنشوف التفاصيل في الحلقه بتاعتنا. ما تنسوش طبعا سلطه الطحينه الجميله هنعملها كمان بطريقه جديده. ولكن عايز اقول حاجه قبل ما نطلع الفاصل بتاعنا، احنا البرنامج بتاعنا اكله امي خمس برامج في بعض طول الاسبوع، معانا خميس وجمعه اعاده، يوم السبت من الاسبوع بنعمل اكلات حضراتكم بتطلبوها من خلال السوشيال ميديا، بنكون بنتابع طول الاسبوع طلباتكم من خلال الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله امي، وبناخد الاسئله دي بنجاوب عليها عملي. حلو الكلام. يوم الاحد من كل اسبوع بيبقى اكل صحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء والوقايه خير من العلاج. بنعمل اكل صحي بقدر الامكان، بنهرب من الدهون والزيوت اللي موجوده في بعض الاكلات. يوم الاثنين من كل اسبوع بنروح على الصعيد الجميل والريف المصري الجميل، بنجيب اشهر الاكلات الجميله من المطبخ المصري بالطعم المصري. يوم الثلاث من كل اسبوع بنسافر كل الدول العربيه والدول الغربيه ونجيب اشهر الاكلات الانترناشونال الجميله الغربيه، والاسماء اللي عايزه نفكها ولغز بنشوفها في فيديوهات ومطاعم بنعملها لحضراتكم. يوم الاربع اللي هو النهارده سمك، بتتعاد يوم الجمعه. ليه يوم الجمعه يا شيخ مغازي؟ لان احنا المصريين فينا عاده من زمان ومتورثه جوانا، بنطلع بعد صلاه الجمعه مباشره ناخد السمك ونروح على البيت نعمله، وبتبقى اكله السمك يوم الجمعه حاجه كده متورثه جوانا وحاجه اساسيه، فعشان كده بنعيد لحضراتكم يوم الجمعه. تسمحوا لي اطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اوعوا تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. خط سير الحلقه معانا قشريات ومعانا اسماك. العوائل العيله في البحر يعني مقسمه لثلاثه، قشريات رخويات اسماك. بنقول الكلام ده دايما، قشريات اللي هو الكابوريا والجمبري والاستاكوزا وبلح البحر والجندفلي، كل ده قشريات. رخويات سبيت وكاليماري والاخطبوط. اما الاسماك من القاروص والدنيس والوقار والهامور وقشر البياض والبربوني والبلط والبوري والحاجات دي كلها. معانا النهارده القاروص بتاعنا الحلو الجميل الطازه ده هنعمله صينيه بالكريمه، ودايما بيسالوا على السوشيال ميديا، فرصه ان احنا بنجاوب برده على اسئله السوشيال ميديا تخص الاسماك. صينيه القاروص اعملها ازاي بالكريمه؟ الكريمه ساعات تفرط مني وساعات القاروص ما يشربش من الكريمه. تعالوا نعملها مع بعض. حبيتين من القاروص الواحده تعمل وزنها من 600 ل 500 جرام، معانا كريمه لباني علبه موجوده في اي سوبر ماركت، معانا توم، معانا من الزعتر والروزماري فليفر جميل جدا، وما ننساش معلقه مستردة في المقادير بتاعتي وملح وفلفل وشويه زعتر. دي المقادير البسيطه السهله وموجوده على الشاشه قدام حضراتكم. بسرعه صوريها بالتليفون او تكتبيها ورايا تاني. قاروص، توم، زعتر، كريمه لباني، مستردة، ما ننساش طبعا معلقتين من الزبده هنضيفهم للكريمه اللباني بتاعتي علشان تدي طعم وفليفر جميل جدا. هناخد القاروص بتاعنا ده كده، سمكية طازة وزي الفل، بتتنضف طبعا، بتشتريها من الراجل السماك بتقول له نضفها لي. المسمى بتاعها في التنظيف تقول له زيت وليمون، زيت وليمون يعني يخلي لك السمكة يديلها سليم زي ما هي كده، وفي نفس الوقت يفتح لك بطنها ويشيل الصدفة بتاعتنا اللي موجودة على جسم السمكة من بره، دي مهمة جدا على فكرة. هناخد السمكة كده بالشكل ده كده، نشوف بطنها جوه أخبارها إيه؟ زي الفل، نضيفة، بنشيل عرق الزفارة من جوه. اخراجنا الجميل عموره، شفت عرق الزفاره بيبقى في السلسله بتاعت السمكه بيتشال من هنا اهو، التفاصيل جواها هنا معانا اهو،
فرسان التلفزيون المصري. بناخد السمكه بالشكل ده كده، نقطعها كده اهو، بنيجي من عند السلسله وناخد السكينه كده ونحس بضربه السكينه في السلسله بتاعه السمكه. ليه يا شيف؟ علشان التتبيله تخش جواها بالشكل ده كده. نعمل دي كمان نفس الطريقه اهو، ادي السمكه اهو، لازم تضرب السكينه ضربه معلم اهو. شفت السكينه من عند الديل كده بتجيبيها اهو اهو اهو، نحس كده بضرب اهو كده، انا سامع صوت السكينه مع السلسله اهو. علشان دايما لما بنسوي السمك بيبقى فيه دم ما بين السلسله وما بين لحم السمكه. اصبحت السمكه معايا زي الفل، بحطها هنا كده زي الفل، اقول لها نامي يا حلوه كده اهو. هو ده، ادي السمك معانا. تعالوا نعمل التتبيله بتاعتنا بالراحه خالص. مستردة، كريمه لباني، ثوم، زعتر وروزماري، وسنه شبت صغير مع بعض كده واحده واحده، لان الموضوع ده سهل جدا. ولما تخش المطبخ تعملي اكل السمك تاكدي انك لازم تكوني رايقه وفايقه، يعني ايه المطبخ مش زحمه بالشكل ده كده اه. اللهم صل على النبي. اول حاجه نحط الثوم بالشكل ده كده، ونحط عليه مستارده، مستارده مع الكريمه اللباني طعم تاني. حلو قوي السلوجان ده، مستردة مع كريمة لباني طعم تاني. حلو، هناخد كده الزعتر بتاعنا والملح والفلفل الاسود اهو، عصرة ليمون يا عم الشيف، اللهم صل على النبي، ونقلب دول كلهم مع بعض. شفت الجو ده كده؟ ومعانا من الزبده مكعبين، طاس على النار شديده الحراره عشان الزبده ما تتحرقش منك ولونها يتغير، وتحط معلقه زيت حلوه كده، وتحط مكعبين من الزبده، اللهم صل على النبي اهو، تسيح الزبده كده زي الفل. بناخد الزبده كده بعد ما سحت كده اهو زي ما هي كده، بنحطها كده على الخلطه بتاعتك يا ولدي اهو زي الفل. نقلب كل ده مع بعضه أوه. الطعم هنا بدأ يظهر اهو اه. ناخد الخليط الحلو ده يا عم الشيف، ونضيف له الكريمه اللباني بتاعتي شويه، والباقي هنضيفه على السمك بعد ما يطلع من النار، وندخله الفرن تاني، وننزل شويه الشبت الحلوين دول كده، وناخد الخليط ده نصبه على السمكه على ظهرها، ونخلي الخليط ده ينزل ما بين ضربه السكينه مع السلسله، وفي نفس الوقت كمان جوه بطن السمكه، واحنا شغالين مع بعض واحده اه واحده واحده اه. بسم الله، يلا اه. الفرن جاهز، السمكه دي عزلها في الفرن من 20 ل 30 دقيقه بالشكل ده كده اهو. شفت اهو، ونفتح بطن السمكه كده، ونحط الحشوه دي كده جوه اهو تاني اه. توم مستردة شايفة كده اه، ونفس القصة اه، الخلطة دي كده اه. هنا تستطعم السمك بقى. احنا توابلنا هنا ملح وفلفل وشوية زعتر، ما حطيناش لا كمون ولا كزبرة. الكمون والكزبرة عدو الكريمة اللباني، الكريمة اللباني هنا مش هتظهر خالص، هتاخدنا في مدرسة تانية اه. كريمة لباني، زعتر، روزماري، سنة شبت صغيرة اه، عصرة ليمون تاني اه اه. درجة حرارة الفرن لازم تكون قوية جدا، كام يا عم الشيف؟ تقريبا 180 اه اه بالشكل ده كده. احنا المصريين بقى بنحب القرن الفلفل ده كده، شايفين الشقاوة دي كده؟ هنية اهو، شفت الجو ده؟ الصينية كده صورها كده بقى، صورها كده قبل ما تخش الفرن، يلا مع بعض اهي. الطبق اللي أنا بدخل فيه الصينية أو اللي أنا حاطط فيه السمك ده اللي هيبقى في التقديم، عشان كده تحافظ على نظافته من الجناب ومن الأطراف، سواء كريمه سواء زيت، علشان ده اللي هيتقدم على السفره بتاعتي. درجه حراره الفرن بتاعنا 180، بندخلها الفرن بالشكل ده كده، وننظر عليها النظره الاخيره، ايه الجمال والحلاوه دي؟ فرسان التلفزيون المصري. خلينا ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير بعد نظرات جميله مؤثره تؤثر على الجوع بلطيفه جميله. خلينا ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، ونرجع نشوف مع بعض ازاي هنعمل الرز بالكابوريا، او الكابوريا بالرز، سموه زي ما تسموه، ولكن على طريقه الشيف المغازي. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لشويه كابوريا. الكابوريا دايما الاطفال بيخافوا منها، يعني بيقول لك بتشوكنا، رجولها بتخوف، ممكن تاذي اصابعهم ايديهم،
وكمان في كبار ما بيحبوش يتعاملوا مع الكابوريا، مع ان الاستاذ احمد زكي رحمه الله عليه طبعا الفنان القدير الفتى الاسمر قال لك ازقز كابوريا، لو ازقزوني ازقز ايه، احنا هنزقز الكابوريا النهارده جوه الرز وناكل الرز اللي جوه حبيت الكابوريا. بس على فكره الشيف المغازي معانا مقاديرنا كابوريا ورز مصري، تقولي لي بسمتي؟ لا، رز مصري من ارض مصريه، ومعانا توم حلو الكلام، ومعانا بصله ناعمه وملح وفلفل وشويه البهارات بتاعتنا كمون وكزبره. هنا الكمون والكزبره سيد الموقف. المقادير على الشاشه لا تتعدى اصابع اليد العشره، ولكن الطعم بيوصل للين للهرم. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. هعمل خلطه دلوقتي، الخلطه دي يا عم الشيف هنحشيها جوه الكابوريا عشان ناخد الطعم بتاعها. عباره عن توم مفروم طازه، وسيبك من التوم الباودر ده مش بحبه في الاكل خالص، شويه شبت في الاسماك عموما يعني، برضو عشان ما حدش ياخد بالمعنى الايه الغلط، التوم الباودر والبصل الباودر مش بحبه في اكلات السمك. ومعانا دي كزبره خضراء، يبقى كزبره وتوم وعصره ليمون ومعلقه معجون طماطم. حلو، وما ننساش هنا بقى البهارات بتاعتنا، كمون وكزبره وفلفل وملح. الخلطه دي مهمه جدا، سواء هتشويها سواء هتعملها مع رز. ملح بتاعنا، فلفل الاسود، كمون والكزبره، شويه بابريكا، هنحط شويه كركم حلوين بما ان هو مفيد. كل دول مع بعض يا شيف، كل دول مع بعض. طاسه على النار، حلو الكلام، تسخن كده كويس، فيها شويه زيت. هناخد التتبيله اللي انا عملتها دي يا عم الشيف، ونقف جنب الطاسه دي كده ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. والخلطه دي معايا هنا كده، وناخد الكابوريا الحلوه دي كده ونفتحها من هنا. بص انا بعمل ايه، كده وفي قلب الايه النار تاني. اللهم صل على النبي. هي بقى التركايه هنا، شفت الفتحه دي كده. كابوريا يا اخوانا تتغسل وهي سليمه، حذاري تغسلي الكابوريا بعد ما تفتحها من جوه. كابوريا مليانه بسم الله ما شاء الله ومبطرخه. الخلطه دي كده في قلب الكابوريا. هو ده الكلام بقى، هو ده الكلام. الكابوريا بقى نعرفها حلوه مش من حلوه، هو في هي حاجه بسيطه صغيره خالص. كابوريا يعني لما تروح تشتريها من عند الراجل بتاع السمك، امسكي واحده في ايدك دي وواحده في ايدك دي، خدي التقيله منهم، ترجعي تمسكي واحده تانية تاخدي التقيله منهم. بس عشان ما نخشش بقى في ايه، ممكن كابوريا مثلا صغيره تلاقي وزنها تقيل عن الكابوريا الكبيره ليه ملحمه. ولكن عايز اقول معلومه مهمه جدا، الكابوريا ما تتخزنش، اي قشريات سمك ما تتخزنش اكتر من 15 يوم. ليه يا مغازي؟ علشان اللحم اللي جواها بينشف. خلي بالك انت بتشوفي شكل بس وخلاص، بتفتحي من جوه تلاقي اللحم طبعا محروق وناشف. الصينيه خدت معايا شويه دول حلوين قوي. بعمل ايه بقى هنا دلوقتي؟ الرز بتاعنا، نسيب الكابوريا على النار كده، ومعانا حله على النار بتغلي اهيت زي الفل، ومعانا رز مصري. اللهم صل على النبي. ناخد الرز ده كده بنحطه في الميه اللي بتغلي دي كده. زي الفل. شويه رز اتغسلوا مره اتنين تلاته، صفناهم من الميه، موجودين معانا، حطيناهم في ميه بتغلى على النار. الميه دي حاطين فيها شويه كمون وشويه بهارات كده من الملح والفلفل، ومحضرينهم وجاهزين. وعود كرفس حلو كده في قلب الميه، وامسك الرز ده احله احضره علشان ما ياخدش وقت كبير مع الكابوريا، ولكن الميه اللي انا بسلق فيها الرز هستفيد بيها. زي ما انا شغال كده. حلو، نبص على الكابوريا نقلبها مع بعض واحنا شغالين. نشوف الاخبار اللون بتاعها وصل لفين واحنا شغالين مع بعض. ايه الدنيا كده. ليه في الاول بقى حد يقول لي من الساده المشاهدين انا حطيت الكابوريا على بطنها، على بطنها مش على ظهرها بالشكل ده كده؟ لان انا هنزل بالرز دلوقتي عشان لما اقلب الصينيه دي يا عم الشيف شكل الكابوريا يبان على وش الرز. الله عليك. شفت انا بعمل ايه؟ شايفين طبعا مع بعض كابوريا في قلب النار. فين الروزماري يا عم الشيف؟ انا دلوقتي برسم لوحه فنيه هتظهر على وش الطبق بعد ما اقلب الكابوريا، لان الكابوريا دي هتتقلب بعد ما تخش الفرن. فانا عايز المنظر ده يبان يا عم الشيف. زي ما انا شغال كده. حلو قوي. الطماطم دي كمان تتحط كده ما بين الفراغات. عرفنا ليه احنا حطينا الكابوريا في الاول على بطنها مش على ظهرها، علشان لما نقلبها تبقى معانا بالشكل ده كده. وهننزل بالرز دلوقتي. يا نعم
حلو، شايفين كده الفلفل الحار. هناخد الرز بتاعنا. الله 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 الله، اهو يلا يلا، اهو هو ده، اهو يا ويلي يا ويلي يا ويلي. لوحة فنية، اهو لوحة فنية على شاشة القناة الأولى. اهو الرز، اهو 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 اهو. هناكل الرز ولا الكابوري يا شيف؟ لا هناكل الكابوري. هناكل الرز ولا الكابوري يا شيف؟ ناكل الرز زي ما انت عايز. اهو از از كابوريا، لو از ازوني از از ايه. اه الله، هناكل حبات الرز بقى اللي جوه لحم الكابوريا، ولسه هنزل عليه بالخلطه دلوقتي، هتعجبكم قوي قوي قوي. كفايه رز كده بالشكل ده كده، تمام. هعمل تركايه بقى كده واحنا مع بعض سريعا. دي البوله اللي كانت معايا من شويه، فرسان التلفزيون المصري اللي انا بحبهم، اساتذه المصورين. التركايه دي مهمه جدا، ناخد الميه بتاعه سلق الرز. لما بقول المطبخ رؤيه وفن وابداع مش من فراغ، الخبره الطهويه لها دور كبير في الابداع. ادي الخلطه الحلوه اللي كانت معانا من شويه، فيها الفليفر وفيها الطعم. الرز جاهز والكابوريا جاهزه. اهو اهو اهو، على فين يا عم الشيف؟ ده ينزل هنا كده. اه يا ويلي يا ويلي، لوحة فنية بتتكلم مصري. اه اه يلا، على فين؟ حد يقول لي بقى دي على فين؟ على فين؟ على الكنترول. صاحب عوض عندك، خلي بالك خصم نص يوم مؤكد. هو ده، خلي بالك اهو. هناخدها كده مع بعض وندخلها الفرن يا عم الشيف، بس نشيل الجريلا من هنا اللي هنشوي عليها الجمبري. تعال يا حلوه. الله اه، اللهم صل على النبي. ناخد دي زي ما هي كده. اهو درجه حراره الفرن عندي 180، بندخلها الفرن. طب نبص على الاروز بالمره، نشوف الفرن كده فيه من خيرات الله. حبيتين اروز بالكريمه اللباني مدرسه المغازي، صينيه الكابوريا بالرز على طريقه الشيف المغازي. خلينا ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير ونرجع لشويه جمبري بلدي سويسي من خير ارضنا، وهنعملهم مع بعض النهارده مشوي على طريقتي. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، معانا شويه جمبري هنشويهم مع بعض دلوقتي بطريقه بسيطه وسهله. بنسيخ الجمبري ده في اسياخ خشبيه، ثلاثة مع بعض أربعة مع بعض زي ما أنت عايزة. معانا أسياخ أهوت، إحنا مسيخين طبعا كمية، فإحنا مع بعض علشان نعرف إزاي ممكن نسيخ الجمبري وبعدين نتبله. أه بنجيب حبات الجمبري كده، المقادير على الشاشة. أه ونمسك الجمبرية بالشكل ده كده، راسها بتبقى فوق، وناخد السيخ بالشكل ده كده. أه أه حلو، نفس القصة التانية. أه بالشكل ده كده. أه تبقى الجمبريه كده رافعه راسها وزي الفل بشخصيتها. اه نفس القصه كمان، ادي اتنين، التالته اهي. يبقى انا عملت الجمبري مشوي سيخ. طبعا لازم تفتحي ظهر الجمبريه عشان تشيلي عرق الرمله اللي موجود فيها. ونصيحه مني من شيف بيحبكم، الجمبري ما يتغسلش بعد ما نفتح ظهره نهائيا، المغازي بيقول كده. صينيه القاروص معانا مع بعض على الشاشه. الدراك او الكنعد يا ست الكل يمشي مع الفريك، يتعمل زي المقلوبه او الكبسه. سمك القاروص المشوي بالكريمه اللباني، لسه لغايه دلوقتي ما خلصناش. حلو الكلام، تعالوا نكمل مع بعض. معانا جيبوا لي الكريمه اللباني يا شباب. معانا مع بعض الطاسه على النار، وتعالوا نشوفوا مع بعض ازاي هنعمل الجمبري المشوي. بنحط معلقه مستردة، حلو اهي. أنا عامل التتبيلة دلوقتي بتاعت الجمبري المشوي، ومعانا توم، ومعانا معلقة عسل، يجعل أيامنا كلها عسل، قولوا أمين. أه شفت التتبيلة دي كده، مستردة وتوم وعسل. أه حلو أوي، نرفع كده ونقلب الخليط ده يا عم الشيف. معانا زبدة، بنسيح الزبده دي بشويه زيت كده صغيرين سريعا. انا عايز اشوي شويه جمبري لهم طعم تاني خالص. بنحط شويه زعتر وشويه ملح وشويه فلفل على الزبده تاخد الطعم. شفت الجو ده كده،
والزعتر بتاعنا اهو. ناخد الخلطه دي كلها يا عم الشيف نقلبها كده، ناخد الطعم بتاع الزعتر اهو، لان الجمبري ما بياخدش وقت كتير في السوى، فانا عايز الطعم ده يخش جوه لحم الجمبري اهو. ازاي اعمل الجمبري المشوي وياخد الطعم والفليفر؟ في مثل بيقول لك اضرب الحديد وهو سخن، واتقل على الرز لما يستوي. الحاجات دي كلها بتؤشر ان احنا نتقل شويه على الحاجه او ناخد معاها اسلوب الشبع. يعني ايه يا عم الشيف؟ يعني الجمبري ده عايز ياخد الطعم، فانا مش هتبله زي ما هو كده يا عم الشيف. غسلت الجمبري وهو سليم، شلت عرق الرمله منه وهو سليم، شكيته في قلب السيخ وسبته كده واهو، خليه في قلب اهو اهو يا فندم اهو 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 اهو. حلو، ده شويه الجمبري بتوعنا. هناخد الجمبري ده كده زي ما هو كده ونيجي على الجريلا. الجريلا بتاعتي بتكون سخنه ودرجه حرارتها عاليه جدا، نحط الجمبري على الجريلا اهو بالشكل ده كده واحده واحده اهو. موضوع ما فيهوش لوغاريتمات اهو اهو، لوغاريتمات دي كانت في الاعداد عنده في السنه وصعبه جدا اهو اهو اهو. حلو، ونفس الموضوع هنا العكس اهو. حلو اهو اهو. هتعمل ايه يا شيف بعد كده؟ اصبر على الرزق، استعجل ليه؟ أوه. حلوة زي ما هو كده يا عم الشيف. الجمبري على النار، معايا خلطه انا عاملها وحاطط فيها كل الخبره الطهويه. الجمبري خد كده الصدمه، بصبر عليه شويه واقلبه تاني كده بالشكل ده كده، اشوف اللون البرتقاني بتاعه الشاهي اللي يفتح النفس اهو. شفتوا الجو ده كده اهو؟ ده ما بياخدش وقت كتير، اسهل من عمايل الشاي زي ما بيقولوا اهو اهو. حلو، ونفس القصه دي نحطها تحت تاخد لون، ونطلع دي كده من هنا. حلو قوي، ناخد الصلصه اللي انا عاملها دي كده واسمع صوتها في قلب النار. الله عليك يا عمي اهو اهو. يا ويلي يا ويلي، اقول لك ايه بقى؟ اهو عطشان يا سمراني اسقيني محبه اهو اهو اه. بس خلاص خلص الجمبري، استوى الجمبري يا عم الشيف اه. الله، بس خلاص برفعه من النار. التتبيله بتاعتي عسل، مستردة، كريمه لباني، ادي الكريمه اللباني بتاعتي. اللهم صل على النبي اه خلص الجمبري، هاخده زي ما هو كده يا عم الشيف ونفتح الفرن بتاعنا. صلي على الحبيب قلبك يطيب. معانا هنا كابوريا ورز هنطلعها عشان نقلبها لحضراتكم في السرفيز الحلو ده كده. يا نعم اهو زي الفل تمام اهو. ناخد الجمبري ده كده اهو زي ما هو كده اهو. الله، اللهم صل على النبي زي ما هو، لان هنقدمه في نفس الطاسه وبندخله هنا كده اهو. نبص على الجمبري كده وهو بيلعب في الفرن اهو. ناخد الكابوريا بتاعتنا اللي بالشكل ده كده عشان نقلبها لحضراتكم. الله، تعالي. حلو قوي. نقفل الفرن بتاعنا ونشوف الكابوريا اخبارها ايه. ناخد السرفيز التقديم. اللهم صل على النبي، صلي على الحبيب قلبك يطيب. الله آه. قول لي ارفع بالك، ارفع الحله. ها جاهز؟ جاهز حبيب قلبي، حبيب والديك اه. سخنه سخنه يا عم الشيف، هو ده آه. كابوريا مع الرز وأز كابوريا، اللهم صل على النبي. حلو قوي. فين الكابوريا يا شيف؟ غطسانه في الرز. انت بقى حابه تاكلي بقى، شفت الرز هنا، تاكلي شويه الرز قبل الكابوريا. شفت اللون والشكل واللوحه الفنيه، الطماطم، شفت الرز استوى ازاي؟ حبيت الرز شاربه من الكابوريا وغيرانه من الرز، ليه؟ عشان خدت منها الطعم، لان معاها شيف شاطر. اه حلو، نروق الدنيا كده عشان عايز اعمل نوع سلطه اسمها سلطه البقدونسيه، سلطه الطحينه بالبقدونس. هنعملها مع بعض كده سريعا. مقاديرها على الشاشه يا استاذه رحاب: بقدونس وطحينه، توم، عصير ليمون، زيت زيتون، ملح وفلفل وكمون، ومعلقه خل صغيره. هي دي المقادير بتاعتها ببساطه خالص اهو.
السرفيس بتاعي كده بيتكلم مصر. حلو قوي، تعالوا نعملها مع بعض سريعا. اللهم صل على النبي. في البوله دي كده بنجيب مضرب، اللهم صل على النبي، وادي الطحينه بتاعتي. الطحينه دي ليه يا شيف؟ الطحينه دايما مع السمك بيحبوا بعض، اذا كان مشوي اذا كان مقلي اذا كان صينيه ايا كان. بنحط هنا فص ثوم، ومعانا البقدونس بتاعنا اللي الشيف قال عليه اهو، اسمها بقدونسيه. اه كميه البقدونس على الشاشه مقاديرها زي الفل. عصير ليمون، زيت زيتون، حلو، اللهم صل على النبي، والملح بتاعنا والفلفل، معلقه خل صغيره، الطحينه بتحب الخل بتفتح لونها وتبيضها. خلص الكلام، ونقلب دول كلهم مع بعض يا عم الشيف. اه تاكلي صوابع كرة. البقدونس هنا لما تفرميه ما تغسلهوش عشان تاخدي طعمه. مدرسه المغازي بتقول لك ايه؟ تعملي تبوله فرمتي بقدونس ما تغسلهوش، بتعملي الطحينه دي بالبقدونس ما تغسلهوش، تغسليه قبل التقطيع مش بعد التقطيع. نغرف الطحينه دي مع بعض في طبق تقديم حلو زي ده كده. الله، اخبار الجمبري عينيا، هطلعه لك دلوقتي حالا. عايز تبص عليه؟ اه يلا، مخرجنا الجميل عايز يشوف الجمبري. عينيا عينيا، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عايز اطلعه بشكل حلو لحضراتكم كده هنا. اللهم صل على النبي. ده الجمبري بتاعنا، مكانه فين ده؟ مكانه فين ده يا عمير؟ اهو كده مش هتاكل من الجمبري اهو. اللهم صل على النبي. ده الجمبري بتاعنا زي الفل، سلطه الطحينه بتاعتنا الجميله الحلوه. عايز اعمل عصير، قولوا لي من الوقت باقي قد ايه؟ ذكروني. اهو طحينه مع البقدونس تمام زي الفل، نعمه، ربنا مبارك في الوقت، سبحان الله. اهو شايفين البقدونس اهو، طبعا اهو الخير على دم الواردين يا عمير. اهو طحينه مع البقدونس، يا دلعك وجمالك يا شيف. فين الطماطم الشير الصغيره؟ اهي الله، تعالي يا حلوه، لوحه فنيه. شكل لما بيكون حلو بيفتح النفس، طبق لما يكون البرزنتيشن بتاعه عالي بالشكل ده كده اهو اهو، خسرناش حاجه. حلو، يلا مكانها فين؟ مكانها زي ما هي كده. تعالوا مع بعض نعمل سموزي الليمون مع بعض بالنعناع. احنا كلنا عارفين الليمون مع النعناع بيساعد على الهضم، مشروب صحي رقم واحد، غني في فيتامين سي، بيناسب جو الحر اللي احنا فيه، وكمان مفيد جدا. هنعمله مع بعض سريعا كده. ليمون معصور، نعناع اخضر فريش، حلو. عينيا، حاضر. والتلج بتاعنا، وللامانه هحط معلقتين من العسل. حلو الكلام، تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي. ايه اللوحه الفنيه دي يا شيخ؟ ايه الجمال والحلاوه دي؟ ايه الجمال والحلاوه دي؟ يلا، طبعا عدل السفره دي لازم يكون في طبق سلطه خضراء. السلطه الخضراء على السفره بتاعتي كل يوم بشكل مختلف وبطعم مختلف، وهي دي الشطاره. عايزه البصل بتاعنا الحلو ده جنبيها على السفره، اهلا وسهلا. نشوف نعمل العصير مع بعض ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. الخلاط، احلى حاجه في الخلاط ده يبقى الواحد مجربه وقبل الهوا والتمام زي الفل. اوعى ازعل منك، ما اكلكش جمبري. الخلاط معانا الفله، نحط الليمون بتاعنا المعصور الجاهز اهو. الصوت ده بيجوع. معانا التلج، يا ويلي. معانا المياه الغازيه بتاعتنا،
يا ولدي زي ما هي كده. خليكي ورا. ورقتين نعناع اخضر فريش وطازه باللي بتحطوه مع الشاي. حلو. في قلب معلقتين عسل. الله، العسل نازل بيضحك مبسوط. لان السفره كلها سمك. حلو. كل ده مع بعضه. لسه بقول سبحان الله. خلص كفايه عليك كده. ده العصير بتاعنا الجاهز. بنغرفه مع بعض كده. السفره بتاعت النهارده زي ما حضراتكم شايفين فيها تفاصيل كتيره، فيها معلومه غير معلومه. هنبدا من حيث ما بدانا. معانا القاروص. التركايه هنا ان انا حطيت التومه مع التوابل على النار مع الكريمه اللباني علشان التوابل تنسجم كلها مع بعضيها قبل ما تروح لبطن السمك. حلو قوي، دي جديده. كمان مع بعض عملنا الكابوريا مع الرز. حشينا الكابوريا خلطه لطيفه جميله عباره عن ثوم وبصل وكمون وكزبره، عصره ليمون، مستردة، وحطيناهم كلهم جوه حبايه الكابوريا. وبدانا ان احنا ايه نشويها على الجريل او نحطها في قلب الطاسه. وفي الاخر حطينا الرز بعد ما حضرناه طبعا وخد الفليفر الجميل الحلو من الكرفس. معانا كمان شويه جمبري مشويين على النار. شفنا الجمبري اتشوى ازاي من غير تتبيله خالص، حطيناه يتشوي وبعد الشوي حطينا عليه التتبيله بتاعتنا الجميله علشان ياخد الفليفر والطعم. شفنا كمان عملنا سلطه البقدونسيه اللي هي الطحينه. البقدونس ما يتغسلش بعد التقطيع علشان ناخد السائل بتاعه والفليفر بتاعه يختلط مع الطحينه بتاعتنا الجميله، يكون الطعم هنا مميز. عدل السفره بتاعتي سلطه خضراء جميله على السفره. وما ننساش طبعا العصير اللي بيساعد على الهضم ويخلينا ناكل السفره كلها وما نشبعش غير لما تخلص، عصير الليمون بالنعناع. ولكن عايز اقول حاجه مهمه جدا، الكل بيتساءل ليه حلقه الجمعه بتبقى سمك؟ احنا مش بنعمل حاجه من راسنا، احنا بناء على رغبه الساده المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا من خلال السوشيال ميديا ومن خلال العادات والتقاليد بتاعتنا. احنا يوم الجمعه اتعودنا بيكون الاكله الاساسيه سمك. يعني تقريبا 90% من الناس بتخرج بعد صلاه الجمعه يا اما تاخد شروه السمك يا اما تروح على حلقه السمك، ودايما بيبقوا لابسين التوب الابيض بعد صلاه الجمعه. انا كنت اشوف ابويا كده الله يرحمه في البلد، ودايما كان بتوع السمك يقفوا جنب الجامع، نطلع من صلاه الجامع نلاقيهم واقفين جنب الجامع. الكلام ده لغايه دلوقتي انا متذكره. فدايما يوم الجمعه بتبقى اكله سمك، فعشان كده احنا بنعيد الحلقه يوم الجمعه، واحنا عندنا السبت والحد والاثنين والثلاث والاربع بيكون احنا مع بعض مباشر، ولكن الخميس والجمعه اعاده. الخميس بنختار حلقه ولكن تكون صحيه، حلقه مميزه بنعيدها لحضراتكم، والجمعه بيكون حلقه سمك بناء على رغبه حضراتكم. رؤيه فن ابداع نستحقه على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.